لا والله الحيطة دي حلوة والله. وقعت والله هسه على الصباح ورانيها النزلة، وهسه دارين نرمي باقي ما تقع لها فوق زول والله بهيمة والله جانا. طبعا النزلة بدأ معانا تقريبا أنا شخصيا من 2017. الحيطة دي وقعت 3 مرات، وأخيرا اضطريت بنيتها، حفرت وبنيتها حجر. النزلة بداية بدأنا من 2016، بقى بقع بسيطة في الواطة، ثم تاني انتشر كثيرا، ثم اجتمع في الواطة كلها وغطاها وطلع في الحيط وطلع في البيوت، وزي ما شايفين براكم رمانا البيوت في الواطة ورمى الكمر ورمى البيوت في الواطة، زي ما شايفين الطوب قدامكم موقع والحيط برضو وقع واللوض والبرندات كلها وقع في الواطة، وبرضو ضر الواطة وضر التمر علينا والأراضي الزراعية برضو نهاية ضرها. يعني هسه النزة الناس يقول لك من المشروع مثلا حيقيف ولا من السد، النزة هسه في الفترة اللي فاتت ده شوية كده بدأ للعيان انه شوية بدأ ينشف، لكن هسه بدأ يظهر بمجرد طلوع البحر، ومن يجي شارع 3 و4 و5 تاني الناس حيرجع في محله. وهسه في بيوت ما كانت في الحسبان، هسه عندنا اخونا الصيد ده دبلوك ده هنا الناس خش بيته وبدأ يتشقق، وبدأ نفس المأساة اللي كانت بدأت عندنا بدأت عنده هناك. ونتمنى من الله انه ربنا يرفع البلاء. زي ما شايفين براكم برضو احنا تعبنا في البيوت دي وبنيناها وخسرنا فيها وبدينا فيها من بسم الله الرحمن الرحيم كلها بنيناها لا من وفت لا حيلة، وخلاص بعد ما بقينا بقى جاهزات خسرنا فيها خسارات كثير، وقامت زي ما شايفين براكم وقع عنده خسارة كثير، وتاني ما في ذلك بقدر خسارة تاني، وما ده البيت ده برا كثير الحلة دي كلها تهدمت ووقعت أكثر من 149 بيت دي وقعت في الأرض، وأكثر الناس دي سكنوا رواكي. أول حاجة ناس الحكومة عندهم معلومة بالحكاية دي، مين بدأ الناس دي عندنا هنا مشان كلمناهم، جاء عمل زيارة وشاف المحلات اللي فيها الناس، تاني مشوا ما جانوا راجعين، الناس انتشر في البلد. بيوتنا اتكسرت، زيتنا انتهت، وزرايبنا وقعت فوق بهايم، قعدنا ساكت الضيوف في البلد، والحكومه جاتنا ما خلينا زول في الحكومه دي ما وقفنا عند القرير مشينا له، كريمه مشينا له، وفد مشينا، برانا بفرده مشينا، ولو ماخذين خبرنا، بعدين احنا بقينا ناسيين معاهم ثاني، يا ابني بيوقفوا المجروح ده مننا، ويعوضونا ويشوفوا لنا عيش زي الناس، يا ابني انتوا مننا خير نموت، خير نموت فوق حقنا. مشينا كلمناهم ثاني جو، جابوا لنا خيم. جابوا لنا حاجات كده مواد تموينية، وبرضه يعني الخيام دي نحن ما عملنا أي شيء، ولا حتى يجينا في محل لأن المحلات اللي خدناها فيها ده ما زرناها، ولا عندنا محل عشان نحط فيه الخيام دي. في الوقت دي نحن عندنا غرية مصدقة لها 9 سنين، قلنا لنا يا اخواننا بلع قال يشوفوا قصة الغرية دي عشان الناس انتوا ذيل يمشوا يرحلوا عليهم. المهندسين أغروا بعض المعالجات بأنه يتم معالجة القطاع من الترعة في هذه المنطقة، وبالفعل تم وضع الخطط والاستعدادات وتم وضع المعالجات المفترض تتم في المنطقة دي على أساس أنه يتفادوا عملية التسريب، وبالتالي يتفادوا التأثير على المنازل في المنطقة دي. طيب بالنسبة للمشاريع بتاعة التوطين اللي هو مشروع اللار، مشروع الكاسنجر، مشروع تنقاسي، مشروع امتداد القرير، مشروع النهضة كورد، 5 مشاريع بمحلية مروي هي تنفذت بواسطة المشروع القومي للقمح. المشروع القومي للقمح يتبع مباشرة لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، هي اللي قامت بالتمويل، قامت بالدراسات، وقامت بالتنفيذ، وعندها جهات استشارية ومهندسين، وتنفذت هذه المشاريع بواسطة شركة زادنا العالمية للاستثمار. يعني إذا ما تم مراجعته وما تم دراسته وما تم حسمه بصورة فنية وبصورة علمية وواضحة، وإشراك المزارع نفسه مع الجهات المسؤولة اللي بتدرس والبتنفذ والبتقترح، لا بد أن صاحب الشأن يكون مشارك في اتخاذ القرار.